في يوم جميل احنا بنقضيه معاه في قناه النادي الاهلي. اولا انا يعني ببارك لقناه الاهلي شكلها الجديد، وهي حاجه مشرفه وجميله، وببارك لك على رجوعك لقناه الاهلي، الله يبارك حضرتك. وبتمنى لك كل توفيق كابتن هيثم، شكرا تستاهل جزيلا. كل خير. شكرا جزيلا. وسعيده جدا طبعا النهارده، وانا شايفه طارق يعني الحقيقه، يعني انا مهما قلت طبعا انا مش ها يعني مش هقدر اقول كل اللي انا عايزاه في دقيقه او دقيقتين مهما اتكلمت، بس انا عايزه اقول له ربنا يخليك. انا فخوره وهفضل فخوره يعني طول عمري يعني بطارق الغنام، مثال لكل حاجه جميله. طارق الغنام اخويا، ومش اخو مش اخ بس، يعني احنا اصحاب على المستوى العائلي، اصحاب على المستوى الشخصي، انا وهو على مستوى ولادنا يعني اصحاب جدا مع بعض. مراته دي اختي بمنتهى الامانه، فاحنا على المستوى العائلي احنا حاجه مترابطه جدا الحمد لله. فربنا يخليه ليا ويحفظه، واتمنى له كل التوفيق يعني زي ما كان لاعب، زي ما كان زي دلوقتي مدير اداري في النادي الاهلي. فانا طبعا يعني بتمنى له كل توفيق ونجاح يا رب، ربنا كابتن يحفظه. رحاب، يمكن احنا كنا بنتكلم على محطه مهمه جدا في حياه كابتن طارق الغنام، وهي بطوله افريقيا 2016، لان الحقيقه هي كانت بطوله من البطولات الصعبه. فاكره اللحظات دي يا كابتن؟ لان انا بسالك ليه، لان انت كنت بتحضري يوميا المباريات. بالظبط. فانا بسالك انا كنت في الملعب طبعا كل الماتشات، وكنت حقيقي فخوره. هو زي ما قالوا علق فعلا حته رجوعه وتوقيته في الوقت ده بسنه بطوله افريقيه جامده جدا وفي النادي الاهلي، كانت عواملها كلها يعني كانت كلها كده على بعضها حاجه تحدي كبير جدا، وليه هو اول واحد. فانا مش قادره اقول لك احنا كنا عاملين ازاي، وهو اللقطه اللي انت يعني حضرتك عرضتها دلوقتي دي ازاي دلوقتي وانا قاعده يعني بتفرج عليها، عملت يعني جسمي اشعر ازاي وانا بفتكر اللحظه دي، كنت في الملعب وانا صورتها على موبايلي وبحتفظ بيها ودايما بتفرج عليها، لانها حاجه يعني اسعدتنا والدموع كانت بتنزل من عينينا. فعلا البطوله دي كان ليها واقع مختلف، وزي ما قال طارق هي فعلا تحدي كبير جدا بالنسبه لي، وكانت حاجه يعني الحمد لله ربنا كرمه جامد جدا جدا، كله بفضل ربنا الحمد لله. كابتن طبعا يعني انا مش يعني انتهز الفرصه وحضرتك معايا على التليفون، واتمنى لك كل التوفيق طبعا في الملف اللي حضرتك ماسكاه اللي هو 3 على 3 طبعا، لان ماسكه ملف وملف من الملفات المهمه في الاتحاد المصري لكره السله، فاحنا منتظرين من حضرتك طبعا الكثير في هذا الملف. وسريعا كده حضرتك قول لنا ايه الاخبار والدنيا ماشيه ازاي؟ والله احنا 3 على 3 الاتحاد المصري ابتدى طبعا يهتم بيها في الفتره الاخيره، لان هي اصبحت لعبه اولمبيه، فطبعا يعني وجودها على المستوى الدولي خلانا احنا كمان نواكب التطور ده بتاعها. والحقيقه احنا كمجلس اداره كلنا برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه ما بيتاخرش اي جهد في يعني في توفير اي متطلبات للجنه 3 على 3 واي توصيات ليها. والحمد لله ابتدينا يعني دلوقتي احنا كاس عالم متاهلين، خدنا بطوله افريقيا طبعا الحمد صحيح. لله لاول مره الدرجه الاولى ولاد وبنات السنه اللي فاتت اللي هو 2019 و18 سنه ولاد، وتاهلنا كاس عالم تحت 18 سنه وتحت 23، ويعني ابتدينا الحمد لله نحط رجلينا على الطريق، وفي مزيد من يعني في حاجات كتير قوي، بس طبعا بسبب الكورونا والتوقف الدولي واللي حصل كده طبعا كل حاجه وقفت شويه، بس ان شاء الله واحده واحده هترجع تاني. يعني استعداد بقى واستعاده للفتره الكبيره التوقف اكيد اللي ان شاء فات، الله وربنا اكيد ان شاء الله. كابتن رحاب الغنام طبعا اخت الكابتن الكبير كابتن طارق الغنام، واللي هي كمان اسطوره النادي الاهلي وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طارق يمكن